أخبار غريبة وسريعة، آخر إحصاء لوفيات الحج 2024 وارتفاع مهول جدا وكارثة الحجاج المصريين لهذا العام. هذا الإحصاء آخر إحصاء حسب فرانس بريس، ارتفع عدد وفيات الحج إلى 1081 حاج توفوا بسبب الازدحام ارتفاع درجات الحرارة. فخد الإحصاءات دي حسب فرانس بريس، هذه آخر إحصاءات وكارثة كبيرة جدا بالنسبة للحجاج المصريين، هم أكثر من النصف الحجاج المصريين. فهنلاقي مصر لوحدها بس توفي منها 658 حاج، مصر لوحدها يعني مصر مقلوبة زي ما بنقول كده، وإضافة إلى 1400 بلاغ عن مفقودين من مصر. اتنين، الهند توفي فيها 68 حاج، الأردن 60 حاج، كردستان العراق 13 حاج، إيران 11 حاج، السنغال 3 حجاج، إندونيسيا 183 حاج، تونس 35 حاج، باكستان 35 حاج، ماليزيا 14 حاج، السودان حاج واحد، سوريا 4 حجاج، الجزائر حاج واحد، المغرب 5 حجاج، فلسطين حاج واحد. مصر يعني فيها زي ما تقولوا مندبة، بيتساءلوا ليه عدد المصريين وصل إلى 658 حتى هذه اللحظة. ده آخر إحصاء حسب فرانس بريس، الناس اللي تسأل على المصادر، حسب فرانس بريس إن ليه نصف المصريين هم اللي توفوا في الحج. فالمصريين بيقول لك ده سوء تنظيم، ده مش عارف إيه، ده في حاجة مش مظبوطة، يعني في قلق، لأن أكتر من نصف الوفيات في الحج من المصريين، فده عدد مهول جدا 658، يعني من مصر كلها، وخاصة في الصعيد، في أسوان، في جنة، في الحرارة بلغت 51.8، فده حرارة يعني فظيعة جدا، خطيرة جدا. ولكن المصريين عاملين وسم اسمه الحجاج المصريين أو كارثة الحجاج المصريين. ليه هذا العام بالذات الحجاج المصريين هم أكثر الحجاج وفيات؟ طبعا بغض النظر عن أي شيء، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته، ماتوا في مكان طاهر، مكان مبارك، مكان رائع جدا، ربنا سبحانه وتعالى يعني شوف لحظة إيه ده، يعني الواحد يعني يتمناها من أعماقه، إن هو يروح من حج دون أن يفسق أو يرفس رجع كوم ولدته أمه. إذا ما رجعش، ده صعد إلى السماء كوم، يعني صعد ملاكا إلى السماء، فرحمة الله عليهم جميعا. والناس اللي هم لسه ما رجعوش من الحج ربنا يسترهم إن شاء الله ويبارك فيهم ويرجعهم بألف ألف سلامة. شير فورا عشان الناس تعرف إن دي الإحصاءات آخر إحصاءات لعدد الحجاج. وإيه؟ وحج مبرور وذنب مغفور وشكرا.